وفي إطار المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية في جنوب سيناء، تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي عددا من المشروعات التنموية في مدينة طابة التي تأتي ضمن خطة الدولة واهتمامها بتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء. تنمية عمرانية شاملة تشهدها محافظة جنوب سيناء في كافة مدنها وعلى كل الأصعدة. جولة تفقدية لوزراء الأوقاف والري يرافق محافظ جنوب سيناء لمدن المحافظة لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع، خاصة مع الاحتفال بمرور 30 عاما على عودة طابة إلى السيادة المصرية. في عدد من الافتتاحات، منها عدد من المساجد، بعض مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، مكتبة بأحد المساجد، والهدف من ده تنمية الإنسان، وده اللي بينعكس على المستوى الذي شهدناه في مستوى أبنائنا من الناشئة، وقلنا ده وراه أسرة وتعليم ومسجد. والحقيقة كما يعنى بالتنمية، مفهوم التنمية الشاملة هي التي تعنى ببناء الإنسان وبناء العمران في وقت واحد. جهود كبيرة قامت بها وزارة الموارد المائية والري لتوفير المياه لأبناء محافظة جنوب سيناء، حيث تم إنشاء 320 منشأ من سدود حصاد الأمطار وكسارات لسرعة السيل في 7 مدن من مدن محافظة جنوب سيناء. في مجموعة مشروعات هنا للحماية والتخزين للمياه في طابة، في شرم الشيخ، في نويبع، في أبو زنيمة، في راس سدر، أماكن كتيرة في جنوب سيناء فيها مشروعات. المشروعات دي هتساهم في أعمال التنمية، هتساهم في توفير المية واستقرار أهل سيناء في أماكن تجمعات. محافظ جنوب سيناء ناشد الشركة الوطنية للطيران بتسيير إطلاق خط مباشر للطيران من القاهرة لطابة من أجل تنشيط الحركة السياحية، ودعا الجهات المعنية بوزارة الزراعة للاهتمام بزراعة بذور بنجر السكر في مدينة سانت كاترين. نجحت هنا زراعة بذور بنجر السكر، مش زراعة البنجر، زراعة البذور. البذور دي مصر بتستوردها بالعملة الصعبة، بيطلعوا برا ويجيبوها ويجوا هنا مصر يستوردوها عشان مصر تزرعها في كفر الشيخ وهنا وهنا، تمام؟ لا، ده نجحت عندي. إذن فخطة التنمية المنشودة لكافة مدن محافظات جنوب سيناء لن تؤتي ثمارها سوى بالتكاتف بين كافة أجهزة الدولة. من أمام قلعة صلاح الدين بطابة، لمياء موافي، التلفزيون المصري.